السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح أشرح عن برنامج Project Professional، اللي هو البرنامج الداخل معنا بالمقدمة بالهندسة. أول شيء خلينا نشرح شو مبدأ عمل هذا البرنامج وشو وظيفته وليش بنستخدمه. البرنامج بنستخدمه بترتيب المهمات لما يكون في عنا أكثر من مهمة بالمشروع وبدنا نرتبهم بحيث كل مهمة بتعتمد على المهمة اللي قبلها، ما بتبلش بدون ما تخلص المهمة اللي قبلها. ثانيا بتكون المهمة إلها فترة معينة من الزمن بالأيام عشان قبل ما تخلص. أو أقرب مثال له الخطة الدراسية عندنا بالجامعة، بيكون زي هيك زي ما انتم شايفين هون. أول مهمة تخلص بلش تهم الثاني، مهمة الثانية وإلى آخره. نتعرف على الكولومز الموجودين عندنا هون. أول كولوم اللي هو التاسك نيم، اسم المهمات اللي بدنا نبلش فيهم. مثلا بالمشروع المطروح هنا مشروع بناية، أول شيء limiting area مثلا بدها يوم، بعدين drilling اللي هو الحفر، ما بيقدروا يحفروا من غير ما يحددوا المساحة. وهسا بنشوف كيف نفهم هذا الاشي للبرنامج. بعدين الفاونديشن اللي هي الأساسات وإلى آخره. طيب عندنا مثلا drilling قلنا بتعتمد على limiting، كيف بدنا نفهم هذا الاشي للبرنامج؟ بنروح على بريديسورس اللي هي المتطلبات. زي ما شايفين مساحة الرقم اللي كان موجود بطلت معتمدة عليها. الرقم اللي بندخله هون هو رقم المتطلب اللي هو هون مثلا limiting area. احنا ما بنكتب limiting area، بنكتب واحد اللي هو رقمها، نكتبه هون. طلع كيف التعديل اللي صار هون، حطلنا سهم، معناها هاي بتعتمد على هاي. ونفس الاشي بين الفاونديشن والدريلينج، حطينا للفاونديشن رقم 2 عشان نفهمه انها متعلقة بالدريلينج اللي هي رقم كمان 2 الى اخره لنهاية المشروع. زي ما انتم شايفين بيطلع معنا زي هيك، هذا بسموه كانت تشارت اللي هو المخطط سير الخطة او المشروع اللي بدنا نشتغل عليه. شغلة ثانية، بعض المهمات مثلا بدها يوم راحة بعد ما نخلص. فرضا الفاونديشن بعد ما نحفر بدنا نقعد ننتظر مثلا يوم لما توصل المواد او لغاية معينة. شو بنعمل؟ بنكبس على الفاونديشن اللي احنا بدنا اياها، دبل كليك، بنروح على كمان بريديسر، بريديسرز اللي هي متطلبات. في اشي اسمه ليج، ليج او ديلي بمعنى اخر، اللي هو تأخير أو تقديم. مثلا خلينا نحط يومين، شو اللي راح يعمل التعديل؟ بعد ما خلصت الدريلينج بل طول السهم أفقيا وبلش بالمهمة اللي بعدها. إذا حطينا الدريلينج بالسالب راح يعمل العكس، سالب 2 راح يبلش المهمة قبل ما تخلص اللي قبلها. نرجح لوضعها الطبيعي. وهي إذا بدنا كمان أشياء ثانية نفس الإشي، إنه إذا بدنا نعمل ليك أو نأخر مهمة نفس الإشي بنحط، إما سالب أو موجب. الموجب بأخر المهمة، السالب بقدمها. هسا بننتقل للكريتيكال باث. أول إشي بدنا نعرف إيش يعني باث هون بالبروجكت. الباث هو مخطط متصل وصل من أول المشروع لنهاية الجانت شارت. مثلا أول باث عندنا هنا مساره زي هيك، هيك هيك لا هيك هيك، خلص هذا باث. باث آخر نفس الإشي، نبلش من أول زي هيك هيك وظله ماشي كمل لهيك لهون باث، ونفس الاشي نرجع من اول ونخلص هيك. هذا باث ثالث. شو يعني critical path؟ شو اللي بفرق critical path عن باقي الباث العاديين؟ critical path هو اطول باث موجود عندنا في المشروع، وهو الباث اللي بيعتمد عليه المشروع كله، يعني اي تأخير فيه بأخر المشروع. كيف بدنا نلاقي critical path؟ بنطلع على الجانت شارت وبنشوف اخر واحد كفترة زمنية، أطول واحد أفقيا
يعني هذا أطول واحد أفقيا، ما نهتم بالمسافة العمودية قديش مشي عموديا، بنهتم قديش مشي أفقيا اللي هو هذا الكريتيكال باث. بس احنا ما بنحكي انه هذا الكريتيكال باث، لا بنحكي الكريتيكال باث زي هيك، بلش من هون وبصير زي هيك، بمر هدول النقاط كلهم لعل ما يوصل لهون. هذا هو الكريتيكال باث. طبعا زي ما انتم شايفين اي تأخير موجود على الكريتيكال باث سواء هون او هون او هون، اذا اخرنا راح يتأخر كل المشروع لقدام. مثلا هاي طولناها مثلا زدناها يوم، نمدد لقدام، ونفس الاشي الكريتيكال باث زاد، وبالتالي المشروع كله نهايته بدها تزيد. ولكن اذا غيرنا هون مثلا، لو زيدنا يوم واحد هون مثلا، راح يصير سيو. شوفنا يوم ثاني مش موجود على الكريتيكال باث. هذا مثلا لو اخرناه يوم كمان، هاي صار 8 ايام اتقدم، ولكن المشروع ظل راح يخلص هون، ما تاثر نهايته او بدايته. هذا هو الجانت الكريتيكال باث. موضوع ثاني المايلستون. المايلستون بالمشروع تعتبر مرحلة انتقال او مرحلة مهمة كثير بالمشروع، وما بمشي المشروع بدون ما يشيكوا عليه لما يوصل لهي المرحلة. مثلا بالبناء لما يخلصوا اول طابق اللي هو لما يوصل العقدة، ما بصبوا العقدة الا لما المهندس يجي يشرف على الموضوع ويتأكد ويشيك ويقول لهم صبوا، وبعدين يبلش المشروع. شو المايلستون كيف بدنا نعرفها من الجانت شارت؟ من علامتين. اول علامة بتكون شكلها زي النقطة زي هيك، خلافا عن هدول، هدول بيكونوا خطوط عرضية، بينما المايلستون بتكون عبارة عن نقطة وبكون حاطين لنا التاريخ جنبها. الشغلة الثانية الديوريشن تبعها زيرو، هي الوحيدة من بين كل المهام زيرو. وفي عندنا كمان مايلستون اللي هي ممكن يجي يسألك لكن مايلستون هون اسمها مايلستون واحد، طبعا مش ضروري يكتب لك مايلستون، ممكن يكتب لك نيو واي مثلا، هي نيو واي مش ضروري يكون كاتب لك حرفا انها مايلستون. هون المايلستون الموجود عندنا نيو واي ومايلستون اثنين، عندنا ثنتين مايلستون هاي وهي. كيف عرفناهم؟ من الديوريشن تبعها زيرو، وهون جاي على شكل نقطة وكاتبين التاريخ عليها. هسا كمشروع كبير زي هيك او المشاريع الثانية، هذا بسيط المشروع، مشاريع ثانية بيكون اكبر ويكون التنقل من تاسك لتاسك شوي اصعب. شو اللي بيعملوه؟ بيجوا يعملوه على شكل مراحل. كيف يعملوه على شكل مراحل؟ مثلا هذولا بدنا اياهم ضمن مرحلة معينة، هاي مرحلة جديدة وبدنا نسميها ستيج 1 مثلا، ستيج 1 بدنا يشمل هدول، بدنا يشمل الليمتنج اريا والدريلينج والفاونديشن لعند نيو واي او بلاها نيو واي عشانها مايلستون لحد هون، يحطوا لنا اياهم ضمن ستيج معين، بنظللهم ونكبس اندنت هاي من تاسك اندنت انتر. شو اللي عملوا؟ حطلنا هدول كلهم بمكان واحد سماه ستيج واحد. ستيج واحد زي ما انتم لاحظين انها كانت اسم التاسك اللي قبلهم، يعني هدول اسمهم بصير زي اسم التاسك اللي قبلهم. زي ما انتم شايفين هون على الجانت شارت عملنا اياهم زي هيك، حددنا اياهم. ونفس الاشي مثلا هون هي تاسك جديد سميها تاسك ستيج 2، بدنا نشمل هدول ضمنها.
هذا بيسهل لنا علينا لما نكبس هون بيظهر لنا المشروع عشان يصير التنقل اسهل. شغله ثانيه، الستيج بدكم تلاحظوا بيجمع اللي جايين تحته، مثلا هنا جمعهم 1+3+3=7، وكمان بيجمع اشياء ثانيه الليج اللي قبل شوي حكينا عنها اللي هي ما بتبين عنه هون، مثلا هاي حطينا لها ليج 4. لاحظوا عدد ايامها 3 وهي 1 وهي 1 هي 3. لاحظوا مجموعهم حطوا 3 11. من وين اجت الاربعه الثانيه؟ اجت من هون الليج اللي احنا حطيناه، يعني مش بالضروره يكون مجموعهم بالضبط نفس هذا، وبحسب حساب اذا في ليج. هسه بالمشاريع بدنا نحسب حساب الريسورس اللي هي المصادر، سواء كانت بشرية أو غير بشرية. كيف أول إشي ندخل للمشروع كاملا المصادر اللي إحنا عنا إياهم، بعدين نوزع المصادر هاي للتاسك. نكبس ريسورس، أساين ريسورس، هاي أنا كاتبهم قبل، مثلا هون بنكتب المصدر بدنا إياه زي هيك، كتبت انا انجينير تكنولوجيز وورقه. هنا ندخليهم، مثلا ما عندنا ولا واحد صفر. لما بدنا ندخل هيك كبسنا عليها مرتين، لما بدنا ندخل كل 100 بتعبر عن بني ادم، مثلا هون 202 يعني شخصين، 300 ثلاث اشخاص. طب النص ايش تعبر؟ 50%، 50% بتعبر عن شخص يعمل بنص راتب، يعني 150 معناها شخصين، واحد بيشتغل براتب كامل وواحد بيشتغل بنص راتب، 200 يعني شخصين بيشتغلوا براتبين كاملين، وهكذا. مثلا حطينا 600 اللي هو 6 لعدد الانجينير كاملا بالمشروع كامل، والتكنولوجيست 700 اللي هم 7 يعني، workers 606. وبدنا نحط تكلفة كل واحد، مثلا الانجينير هذا كوست له 330 دولار بير اور، بنحط لكل ساعة قديش بياخذ اللي هو ستاندرد تريد، والاوفر تايم تبعه قديش. ونفس الاشي بنعمل للتكنولوجيست، نختار الكوست ونفس الاشي للوركر. هي هيك احنا حطينا الريسورس. هسا بدنا الريسورس الخاصة بالليمتنج اريا، شو نعمل؟ بنظل الليمتنج اريا وبنكبس assign resource، نجي هون units، كم يونت مثلا بدنا نستخدم؟ 2 2. وبحط لنا الكوست تبع هذول الاثنين، مثلا تكنولوجيست بدنا 1، وركر بدنا 3، وعامل بيشتغل بنص راتب. لاحظوا شو عملنا هون، حطينا خطا. ليش؟ لانه الوركر اللي احنا عندنا اياهم غير كافين، ف بيعطينا خيارين، اما نغير الديوريشن تبع هذا التاسك عشان يوفر وركر للتاسك اللي بعده، او نزيد عددهم الموجودين عندنا بالمشروع كامل. زي ما انتم ملاحظين هنا وركر كم؟ 100. الانجينير غلط، خبر بنكون مستخدمين مكان ثاني هون، مش مهم. المهم طلعنا هذا الغلط وعرفنا شو الحل تبعه. شفتوا كان في برنامج ضغط، ما علينا. نفس الاشي اللي بعده نقدر نعبيهم من هون كمان، نقدر نفس الاشي بس assign resource وندخل اليونت اللي بدنا اياهم، لان هون 1 متر. ولاحظوا الستيج عماله بيحسب مجموع هدول لكل ستيج كم،
ونفس الشيء اللي بعدهم لنهاية المشروع. مثلا هون بدنا assign in the technology. ولا آخر. هذا بالنسبة للريسورس. باقي الموضوعين اللي هو البيرسنت كومبليت. هسا احنا لما نبلش نشتغل بالمشروع خلصنا وجهزنا عليه كل شيء، باقي لما نبلش نشتغل، فرضا وصلنا للدرولينج وخلصنا جزء منه، خلينا نقول مثلا خلصنا 50% منه، كيف نفهم البرنامج انه احنا خلصنا هذا الجزء؟ بنكبس كبستين على الدريلينج، بروح على جنرال، في شيء هون اسمه بيرسنت كومبليت، يعني كديش احنا خلصنا من هذا التاسك. فرضا خلصنا 50%، شو اللي راح يعمله؟ لاحظوا ايش عمل على الجانت شارت، حطينا خط اسود وموصل تقريبا للنص، معناها احنا مخلصين 50% منه. لو فرضا خلصنا 75%، يزيد الخط ليوصل ل 75. 100% راح يعمل شغلتين. هاي 100% راح يعمل شغلتين، اول شغلتين بكمل الخط للاخر. ثاني شغله بحط لنا صح جنب التاسك، معناها هذا التاسك خلص، احنا انجزناه. ونفس الاشي بنقدر نعمل لباقي التاسك، كل ما نخلص جزء معين منها نفهم البرنامج انه احنا خلصنا هذا الجزء. بضل عنا اخر موضوع اللي هو بدنا نعرف معلومات عامة عن هذا البرنامج. كيف يعني معلومات عامة؟ متى بخلص؟ متى بلش؟ شو التكلفة الكلية لهذا البرنامج، لهذا المشروع؟ متى بخلص ومتى يبلش؟ بنعرفها بطريقتين. متى يبلش؟ بنشوف أول مشروع مش فوق، أول مشروع على الشمال، يعني مش ضروري يبلش أول مشروع من هون، إحنا بدنا مشروع يبلش من الشمال مثلا، طلعوا هيك، هذا أوله مش هذا، يعني أول واحد من الشمال مش أول واحد من فوق، لأنه الخط الزمني هيك ماشي بشكل أفقي، ما بهتم فوق وتحت. من هون بنعرف أن المشروع بلش 5/2، يبقى أحيانا بكون عكسهم، هاي هون 5/2 مش 2/5. متى بخلص؟ نفس الاشي بنشوف آخر واحد على اليمين مش آخر واحد تحت، مش ضروري يكون تحت، مثلا لو كان هذا لقدام فينزل الفترة تبعته. بنشوف آخر واحد واصل لليمين اللي هو هون التاريخ تبعه 27/2، أو بمعنى آخر بنشوف الكريتيكال باث لوين موصل، ما هو أصلا نفس الكريتيكال باث هو أطول واحد. بهذا المثال 27/2. التكلفة ليه هي؟ كمان في طريقتين عشان نعرف التكلفة. هسا بنحكي على الطريقة الثانية للتاريخ متى بلش ومتى بخلص. التكلفة بنجمع هدول، لاحظوا ما نجمع تبع الستيج، يعني لما نجمع هدول هم أصلا مجموع الستيج، إذا جمعنا الستيج معهم بيكون جمعناهم مرتين، لأنه هو البرنامج بيجمع الستيج بيجمع اللي داخله اللي هو هاد، ونفس الشيء هدول اللي هو هاد. إحنا ما نجمع الستيج، نجمع هدول أحسن، عشان ممكن مثلا هاي ما تكون مرتبطة بستيج، مثلا حطينا لهم حطينا لها worker، هيها لاحظوا إذا جمعنا هاد الستيج وهاد الستيج ما راح تنجمع هاي معهم، لأنه هاي أصلا ما لها ستيج، فيفضل إنه نجمع الأرقام اللي هي هيها بالفاتح ونترك الستيج عشان ما نجمع مرتين. هاي أول طريقة. طريقة ثانية نروح من project information، بيطلع لنا معلومات عن البروجكت، هاي متى بلش وهذا التاريخ الحالي
وهي متى بخلص؟ اكتب لنا اياهم. كمان في عندنا من هون statistics بيطلع لنا المعلومات الباقي، كمان start و finish والكوست الكلي تبعه. هاي كل المواضيع اللي داخلة معنا في الامتحان. طبعا البروجكت بيعمل كتير اشياء ثانية بس ما شرحتهم لانه هذا اللي داخل معنا. مع السلامة.